عمرك فكرت وانت داخل اوضه العمليات الدكاتره ممكن يعملوا فيك ايه وانت مش عارف؟ اصل لو فكرت فيها كده انت بتكون مشلول وغالبا فاقد للوعي، فهم لو حبوا يعملوا اي حاجه انت مش هتعترض خالص. ده فعلا حصل قبل كده وشفناه كذا مره، والدكاتره عملوا عمليه في الرجل الغلط او استأصلوا عضو غلط او حتى بتروا رجل غلط بالكامل. وايوه انا عارف ان بعضكم ممكن ما يكونش مصدق ده دلوقتي، بس ده فعلا حصل. بس عارفين احيانا ما بتكونش المشكله في ايه اللي حصل، احيانا بتكون مين اللي عمل كده. وده عشان كان في راجل عنده 33 سنة عمل حادثة واتنقل على المستشفى على طول في جنوب شرق استراليا بإصابة خطيرة في دماغه، واعتقد دي حاجة ما ينفعش نستهبل فيها تماما او المفروض ان ده اللي يحصل. وعلشان وفقا للتقارير، مش عارف ده كان يوم اصطحب اطفالك الى العمل ولا ايه، بس الجراح جاب بنته اللي عندها 18 سنة تشارك في العملية، ومش بس تشارك بانها تكون موجودة، ده خلاها تحفر ثقب في دماغ المريض. الحمد لله العملية مشيت تمام، بس مش دي الفكرة قوي. الفكرة يا جدعان ما ينفعش نسيب العيال يقوروا في دماغ الناس. اللي يضحك كمان ان الراجل معرفش عن الواقعة دي غير بعد 3 شهور من العملية، وعرف من الاخبار وما كانش يعرف ان هو المجني عليه. عرف ان هو المجني عليه بعدها بشهرين كمان لما جاله الخطاب من المحكمة، وطبعا كل اللي شاركوا في الواقعة دي اترفضوا. انا بس بعرفك علشان المره الجايه وانت داخل اوضه العمليات، بعد الشر عليكم جميعا، ما تتكسفش تسال اذا كان اللي هيعمل لك العمليه دي طفل صغير او لا، زياده تاكيد يعني. واللي بعده معانا، مش عارف انتوا سمعتوا عن ده ولا لا، بس في ناس اكتشفت الجليتش فلوس لا نهائيه، بس للاسف الحلو ما بيكملش علشان الحياه الواقعيه مش جي تي اي في. خلينا اشرح لكم. في بنك شيز الامريكي، في بعض الناس اكتشفوا انك لما بتعمل ايداع لشيك ده بيتيح لك جزء من الفلوس تقدر تتعامل بيه قبل اصلا ما الفلوس تنزل في حسابك. وانتشر على التيك توك فيديوهات لناس بيرموا الافات الدولارات على الارض حرفيا، ولما الفيديوهات بدات تنتشر وتفايرل الناس بقوا يقفوا بالطوابير قدام فروع البنك ده علشان يستفيدوا من الجليتش. الناس بقى كانت متخيله ان البنك هيقول لهم يا اولاد الذين لا جامد جامد، ضحكت علينا المره دي، حلال عليكم بقى. بس مش ده بالظبط اللي حصل، عشان للاسف تعساء الحظ دول نزل لهم الفلوس بالسالب على حسابهم وبقوا مدينين بيها للبنك، واترفع عليهم دعاوي قضائيه كتير. اصل بصراحه الموضوع كان تو جود تو بي ترو، عامل بالظبط زي عمو اللي نازل من العربيه وشايفك انت الطفل وبيقول لك ما تيجي يا حبيبي اجيب لك شوكولاته، بس الفرق هنا مين اللي هيعمل معاك الجلاش. واللي بعده معانا، طبعا لازم نتكلم عن المظاهرات الجامده جدا اللي كانت حاصله في اسرائيل الفتره اللي فاتت دي. وعشان نفهم اللي حصل بالظبط لازم نرجع لورا شويه، تحديدا السبت 1/9، واللي حصل ان الجيش الاسرائيلي اكتشف جثث لست رهائن اسرائيليين في غزه، تحديدا وعلى حسب كلامهم في الانفاق اللي تحت الارض. وطبعا الحكومه رمت اللوم على حماس، لكن حماس طلعت وردت وقالت ان هم ماتوا بسبب رصاص الجيش الاسرائيلي وان هم ما لهمش اي تدخل في الموضوع. واهالي الرهائن دول عملوا جروبات والناس دخلت عليها على الفيس، واتفقوا ان هم هيعملوا مظاهرات، وفعلا بداوا ينزلوا باعداد كبيره جدا، ودي كانت اكبر مظاهره من ساعة بداية الحرب 7 أكتوبر. شارك في المظاهرات ديت أكتر من 800,000 بني آدم، عملوا مشاكل كبيرة جدا وشغب وقفلوا الطرق، وساعتها الحكومة كانت لازم تتدخل بالعنف. المظاهرات دي كانت في القدس وتل أبيب وأماكن تانية كتير، بس لما الوضع بدأ يخرج عن السيطرة الحكومة اضطرت تستخدم العنف، واستخدمت فعلا مدافع المية وقبضوا على أكتر من 30 واحد منهم بتهمة الشغب والعنف والاعتداء على ضباط الشرطة. والناس قايمة على نتنياهو وبيقولوا إن هو مش عارف يظبط الدنيا خالص، ده حتى بايدن طلع واتكلم وقال ان نتنياهو ما بيعملش اللازم عشان يتمم صفقات الرهائن. ودلوقتي احنا مستنيين، هل ده هيكون نقطة تحول في الايام الجاية ولا هتكمل زي ما هي ماشية؟ وبكده نكون خلصنا النهاردة. ما تنساش لايك شير سبسكرايب. كان معكم الرومي وبيس اوت.